ما حكم العمل في القضاء الذي يحكم بالقوانين الوضعية، وكذلك العمل في البنوك الربوية الذي إذا تركها تمكن منها غير المسلمين؟ هذا لا يجوز، يجب منع الربا وعدم الموافقة عليه، والاجتهاد لتطبيق أحكام الله الشرعية في البنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الإسلامية أن تعنى بهذا وأن تسير البنوك والمصارف على حكم الله عز وجل، وأن تبذل الغش في ذلك حتى تستقيم البنوك في البلد الإسلامية على شريعة الله، وأن تمنع الربا منعا باتا. وهكذا القوانين الوضعية يجب أن تمنع إلا ما وفق منها شرع الله عز وجل. فيجب على الدول الإسلامية أن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يحذروا السير مع أعداء الله لتحكيم القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله. هذا من أهم الواجبات عليهم، وليس لهم عذر في ترك ذلك، بل يجب عليهم وجوبا قطعيا أن يحكموا شريعة الله إن كانوا صادقين في دعواهم الإسلام. عليهم أن يحكموا شريعة الله، وعليهم أن يجتهدوا أيضا في تسيير المصارف على النهج الإسلامي، أن يبنوا على النهج الإسلامي في منع المعاملات الربوية، وأن يستعينوا بأهل العلم في ذلك حتى يضعوا ما ينبغي وضعه للسير عليه في البنوك وفي غير البنوك من الأشياء التي يتعاطاها الناس مخالفة للشرع. الله المستعان. نعم. سؤال سبع، يعني ما حكم الناس اللي اشترت البنوك بالربا وفي القوانين الوضعية؟ هذا معصية. العمل يعني معصية عظيمة وكبيرة. معصية عظيمة وكبيرة، وإذا استحلها كفر. من استحل الربا كفر. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر. أما إذا فعلها للهوى ويعلم أنك أنه مخطئ عاصي من ظالم، ما يكفر بهذا، يكون عاصي فعلا كبيرة عظيمة. نسأل الله العافية، وعلى المسلم أن يتقي الله وأن ينصح إخوانه وأن يوجه الله. الناس اللي اشتغلت في هذا المجال يعني يعمل، يعني موظف في البنك، لا يعمل، لا يعمل، لا يعمل، يبحث عن عمل آخر يعني، لا يعمل، لا يتعامل مع هذا الشغل العضوي. الشريك لهم حتى يترتب على هذا خروجه، يعني مثلا في أحيانا لو خرج المسلم من موقع مكان قضاء خلافه بيحل مكان واحد غير مسلم صليبي وخلافه، فلو حتى ترتب على خروجه أن يحل محله صليبي أو كافر هذا يصير برضه لا، يعني لا يجوز له ذلك. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الله ولي عباده. نعم.